حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، هل هناك علاج لما يسمى بالتآليل أو الثألول أو هذه الزوائد اللحمية التي تخرج أحيانا، ويعني معظم الأطباء لا يجدون لها علاجا سوى أحيانا علاج بالليزر أو بعلاج كيميائي ثم تعود، غالبا ما تعود؟ طيب، الحقيقة يعني نحن سنتحدث الآن خارج العلم، خارج الحقائق العلمية، لأن كل إنسان له تجربة، وأنا لي تجربة مع هذا الموضوع، حيث وجدت أن بعض الآيات القرآنية إذا تمت قراءتها على هذه الزوائد اللحمية يمكن أن تختفي. وكثير من الناس أنا واثق أنه جرب ذلك، ومنهم أطباء وغير ذلك. يعني هناك طبيب ومتخصص في هذه المجالات، ولجأ أخيرا إلى القرآن بعد أن لم يستفد شيئا من الطب، حاول كثيرا ولكن لجأ إلى القرآن فاستفاد. وهذه الظاهرة أنا لا أستطيع أن أضعها ضمن ما يسمى بالساينس أو العلم التجريبي، أنا هذه أضعها كيعني وسيلة للشفاء بالقرآن العظيم، وسيلة مجانية، لن تدفع شيئا، ستكسب أجر من الله، يعني لن تخسر، ستكسب الأجر من الله، كل حرف تقرأه بعشر حسنات، وقد يكتب الله لك الشفاء وقد لا يريد، يعني هذا الشيء بيد الله، يجب أن تسلم الأمر لله عز وجل. ولكن أنا يعني أحببت أن أوصل تجربتي في هذا المجال. انظروا أحبتي في الله، هناك آيات في القرآن مخصصة تؤثر على مناطق أو أمراض معينة. يعني سأعطيكم الآية الكريمة التي تقول: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. في آية أخرى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. إذن أيها الأحبة، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. إذن يعني آيات قرآنية تصف القرآن بأنه الشفاء. فهناك آية في القرآن الله تبارك وتعالى يقول فيها: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. هذه الآية الحقيقة أنا أتصور أن لها مفعول السحر، بشرط أن تقرأ ثلاث مرات، وآخر مقطع فيها ما لها من قرار ثلاث مرات، يعني تقرأ هكذا: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت، يعني انتزعت. يعني أنت تتخيل كأن هذه الزوائد اللحمية ليس لها قرار، وأن الله سيجتثها وسينتزعها ويخلصك منها، هكذا تتخيل وأنت تقرأ، لأن هذه خبيثة. الزوائد اللحمية أيها الأحبة هي يعني منطقة شاذة، تتكاثر الخلايا فيها بشكل شاذ. طبعا لا أقصد خبيثة يعني مرض خبيث، مع العلم أن هذه الآية أيضا قد تكون سببا لشفاء بعض الأمراض الخبيثة مثل السرطان وغيره، الكتل هذه أو الأورام هذه إذا شاء الله يشفيها. نحن علينا أن نأخذ بالأسباب أيها الأحبة، ونتقرب إلى الله، والله يعني قادر على كل شيء. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، ما لها من قرار، ما لها من قرار، هكذا تقرأها ثم تكررها سبع مرات كل يوم. هذه طبعا الآية رقمها 26 في سورة إبراهيم. الآية الثانية في سورة البقرة تقرأ قوله تعالى: فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. وتتخيل أن هذه الزائدة اللحمية أو هذا الورم كأن الله يحرقه كما أحرق تلك الجنة
فيها أنهار وفيها نخل وفيها أعناب وفيها كذا من كل الثمرات، أحرقها الله بإعصار النار خلال لحظات قصيرة أو قليلة، كانت احترقت تماما، فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. وآية أخرى من سورة القلم: فأصبحت كالصريم. وقبلها: فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. إذن هذه ثلاث آيات. كيفية القراءة؟ أن تبدأ بالفاتحة لأنها هي سورة الشفاء. تبدأ بسورة الفاتحة، ويفضل أن تكررها 7 مرات، وكما قلت لكم أحبتي في الله لن تخسر شيئا. سورة الفاتحة كما رسمت في القرآن 139 حرف، كل حرف ب10 حسنات، يعني 1390 حسنة، نصف دقيقة قراءة الفاتحة. إذا قرأتها 7 مرات أضرب ب7، ثم آية الكرسي، ثم تقرأ هذه الآيات التي قلناها، ثم قل هو الله أحد 3 مرات، والمعوذتين 3 مرات كل منهما، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. هذه طبعا مجموعة من الآيات تقرأها كل يوم صباحا ومساء كل يوم لمدة 7 أيام مثلا أو أكثر، ثم تنسى الموضوع، لا تفكر، لأنك ما دمت تثق أن الله سيشفيك فهذه الثقة ستتحقق، لأن الله يقول: أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي، كما تظن بالله فالله كذلك. تظن أن الله قادر أن يشفيك، إذن هو كذلك يشفيك الله سبحانه وتعالى. إذن أحبتي في الله، أنا أحببت فقط أن تستفيدوا من هذه الوصفة القرآنية المجانية، ليس لها أضرار جانبية مثل معظم أنواع الأدوية، وفيها أجر، يعني إذا لم يتحقق الشفاء على الأقل أخذت أجرا ستنتفع به يوم لقاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا ولكم الشفاء جميعا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق.